السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نبدأ ونستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل معكم اليوم بإذن الله مراجعة الوحدة الثالثة، تقنيات وبرمجة الأجهزة الذكية. ولتحقيق الاستفادة القصوى من مراجعة اليوم، بإمكانكم الرجوع لكتاب الطالب وكتاب التدريبات، وهذا الرابط المرفق لديكم والكيو آر كود لتحميل الكتاب من موقع بوابة عين التعليمية. أهدافنا لدرس اليوم هو إنهاء التدريبات الخمس الأولى من كتاب التدريبات الخاص بالوحدة الثالثة وربطها بالموضوعات النظرية في كتاب الطالب، وسنقوم بذلك من خلال جولة مميزة. في الدرس السابق توقفنا في كتاب الطالب عند برنامج يستخدم لتطوير الأجهزة الذكية، فاز به أصدقائنا الشقيقين نورا وعبد العزيز، حيث اجتازا التحدي وأصبحا من الزوار المميزين في معرض تقنيات الأجهزة الذكية. من منكم يذكر اسم البرنامج الذي فاز به عبد العزيز ونورا؟ أحسنتم، إنه برنامج NS Basic App Studio. اتفق الشقيقان على تصميم تطبيق للأجهزة الذكية معتمدين على التدريبات التي سبق أن تعلماها في مقرر الحاسب 2، واتفقا على توزيع المهام بينهما، بحيث يتولى عبد العزيز العمل على جهاز الحاسب الآلي، بينما تتولى نورا البحث عن المعلومات المساعدة في كتاب الطالب وكتاب التدريبات. وهنا ذكرت نورا أخاها بضرورة الالتزام بمراحل كتابة البرنامج باستخدام الـ NS Basic. فهل تساعدون نورا على تذكر البرنامج أو خطوات تصميم البرنامج بالترتيب؟ أحسنتم، الخطوة الأولى هي تصميم الواجهات، ثم ضبط خصائص الأدوات التي سنستخدمها في كل نموذج أو في كل واجهة من تلك الواجهات. أحسنتم، ثم البدء في كتابة أوامر البرمجة صحيح، وأخيرا تجربة التطبيق واكتشاف الأخطاء. بارك الله فيكم. طلب عبد العزيز من نورة أن تقوم باختيار أحد التدريبات وتساعده في تطبيقها على الحاسب. تصفحت نورا التدريبات الخاصة ببرمجة الأجهزة الذكية، ولكنها احتارت أيها تختار، فاتفقت نورا مع عبد العزيز على أن تستعرض نورا في البداية كل تدريب على حدة بشكل سريع، ثم تطرح أسئلة عن محتوى هذا التدريب على عبد العزيز. إذا كانت إجابة عبد العزيز صحيحة، تنتقل نورا معه إلى التدريب الآخر. أما إذا كانت إجابته خاطئة، فتقوم بمساعدته على تنفيذ التدريب عملياً على جهاز الحاسب، وإذا أتقنه، يمكنه الانتقال معها إلى التدريب التالي. ويتكرر هذا الانتقال داخل هذه الدائرة للتدريب التالي، وتسأل نورا عن المحتوى، يجيب عبد العزيز، نتأكد من الإجابة حتى نصل إلى أنه لا يوجد تدريب آخر، فنصل إلى نهاية مراجعاتنا للجزء المحدد. هل تذكرون ماذا يسمى التخطيط الذي استخدمته نورا الآن لتنظيم عملها هي وأخيها عبد العزيز؟ أحسنتم، يسمى مخطط الانسياب، وقد سبقت دراسته في مقرر حاسب واحد في الصف الأول الثانوي. رائع. بدأت نورا بالتدريب الأول، وهو التعرف على بيئة العمل. سألت نورا أخاها
ما هي طريقة تثبيت البرنامج على جهاز الحاسب؟ تردد عبد العزيز في الإجابة، لأن المعلم هو من قام بتثبيت البرنامج في معمل المدرسة، وبذلك كان عليه أن ينفذ التدريب على جهازه. وبدأت نورة بتزويد عبد العزيز بالتعليمات اللازمة لتثبيت البرنامج. لم يجد عبد العزيز صعوبة في التثبيت، حيث أنه يستخدم نفس الطريقة لتثبيت أي برنامج، ثم قام بتشغيل البرنامج وظهرت له الواجهة الرئيسية للبرنامج. ساعد عبد العزيز في التعرف على واجهة برنامج NSBE من خلال وضع العنوان المناسب في المكان الصحيح. رقم 1، شريط القوائم. بارك الله فيكم. رقم 2، مربع الأدوات. جميل جدا. رقم 3، إطار الحالة. جيد. رقم 4، إطار المشروع. أحسنتم. رقم 5، إطار الخصائص. جميل. رقم 6، مستكشف المشروع. رائع. والآن لاحظ عبد العزيز وجود العديد من القوائم داخل مربع الأدوات، فسأل نورة عن ذلك. وبعد رجوعها للتدريب الأول، أخبرته بأنه تم تصنيف الأدوات حسب استخداماتها، وذلك لتسهيل الوصول لها حين الحاجة. انتقلت نورة إلى التدريب الثاني، تطبيق السلام عليكم، وهو مدخل إلى البرمجة. وهنا ذكرت نورة أن هذا التدريب ركز على طريقة كتابة أحد أوامر إخراج المعلومات، وهو الأمر Message Box، ولكن أي الطرق التالية تعتبر الطريقة الصحيحة لكتابة أمر إخراج المعلومات باستخدام Message Box؟ عندي 3 أسطر، اختاروا منها الإجابة الأدق أو الصحيحة. أحسنتم، إن الإجابة الصحيحة هي السطر الثاني. علق عبد العزيز قائلا: وفي المقابل يوجد أمر يستخدم لإدخال البيانات، ما هو؟ أجابت نورة: إنه أمر الـ Input Box، ولكنك غير مضطر لاستخدام أوامر إدخال البيانات وإخراج المعلومات لكل تطبيق، حيث يوفر برنامج الـ NSBE مجموعة من الأدوات الجاهزة التي تستخدم لهذا الغرض كما سنرى. طلبت نورة من عبد العزيز أن يصنف الأدوات الموجودة أمامه إلى أدوات إدخال وإخراج. هل يمكنكم مساعدة عبد العزيز؟ القائمة المنسدلة أو الاختيار أو السلكت هي أداة إدخال. مربع الاختيار تشيك بوكس من أدوات الإدخال. أما أداة التسمية ليبل فهي من أدوات الإخراج. أداة القائمة ليست من أدوات الإدخال. رائعين، شكرا لكم. وقف عبد العزيز الآن حائرا عند أداة مربع النص أو التكست بوكس، ولكنه قرر الإجابة بطريقة مبتكرة، فوضع أداة مربع النص في المنطقة المشتركة بين أدوات الإدخال والإخراج، حيث يمكن استخدام هذه الأداة للإدخال والإخراج. وهنا منحته نورة نجمة لإجابته المتميزة. انتقلت نورة إلى التدريب الثالث، تطبيق الآلة الحاسبة البسيطة، وهو يعتمد على العمليات الحسابية. وهنا ذكرت نورة أن هذا التدريب يعتمد على المتغيرات وعلى العمليات الحسابية. فهل تذكرون كيف كنا نعرف المتغير في الـ NSBE؟ أحسنتم، كنا نذكر كلمة dim يليها اسم المتغير أو أكثر من متغير. على سبيل المثال نعرف المتغير var1 بأن نذكره بعد كلمة dim، dim var1. وهنا علق عبد العزيز قائلا: ماذا بخصوص تعريف نوع المتغير؟ أحسنتم، إن الـ NSBASIC لا يتطلب تعريف نوع المتغير، ويكتفي فقط بـ
وضع أسماء المتغيرات وليس كبرنامج الفيجوال بيسك الذي تم دراسته في الصف الأول الثانوي الذي كان يشترط تعريف المتغيرات كما تظهر في المقارنة التي أمامكم. ثم سألت نورة: ما الأمر الذي يمكن من خلاله إعطاء قيمة لمتغير تم تعريفه مسبقاً سواء كانت قيمة حرفية أو قيمة رقمية؟ رائعين، إنه أمر الإسناد. أمر الإسناد حقيقة هي علامة المساواة. أضع اسم المتغير الذي أريد أن أضيف له القيمة، ثم أضع علامة المساواة، وهذا يعني أني سوف أسند ما يأتي بعد علامة المساواة لهذا المتغير، وأستطيع أن أضع كلمة أو حرف أو اسم أو رقم. المثال الذي يظهر أمامكم تم إسناد كلمة ماجد إلى المتغير var1، وتم إسناد الرقم 10 إلى المتغير var2. سأل عبد العزيز: كيف يتعامل البرنامج مع العمليات الحسابية؟ فأجابت نورة: عند وجود أمر برمجي يحتوي على عمليات حسابية، يقوم البرنامج بتنفيذها حسب ترتيب الأولويات للعمليات الحسابية. والآن رتب طريقة تنفيذ البرنامج للعملية الحسابية التي تظهر أمامك. هل يمكنكم مساعدة عبد العزيز في التوصل للحل؟ لنبدأ سويا. ممتاز. أولا الأولوية للأقواس، وبالتالي نقوم بتنفيذ عملية 3 ضرب 5 الموجودة داخل الأقواس، فيصبح شكل العملية الحسابية الجديد كما يلي. ولكن ما العملية التالية؟ ما الذي يأخذ أولوية بعد الأقواس؟ ممتاز. الأس 2 أس 3 تساوي 8، والآن يصبح شكل العملية الجديد بالشكل هذا. نعطي أولوية لمن الآن من العمليات التي تظهر أمامكم؟ رائع. القسمة أو الضرب هم اللي تكون أولويتهم في المستوى الثالث. نقوم بتنفيذ عملية القسمة ليصبح شكل العملية كما يلي. وأخيرا يكون الجمع والطرح، وبتنفيذ عملية الجمع نكون قد توصلنا إلى الناتج النهائي. بارك الله فيكم. انتقلت نورة للتدريب الرابع، وذكرت أن هذا التدريب يتميز بتوظيف أداة القائمة list التي سبق أن ذكرنا أنها من أدوات الإدخال، ولكن في هذا البرنامج تم استخدامها كأداة للانتقال بين النماذج. ثم أرادت نورة اختبار معلومات عبد العزيز فيما يخص هذا التدريب، وطلبت منه تحديد ما إذا كانت العبارات التي ستذكرها صحيحة أم خاطئة. كانت العبارة الأولى: يمكن كتابة أكثر من عنصر ضمن قائمة list، وذلك من خلال تدوينها في الخاصية items بحيث يفصل بينها فواصل. هل تستطيعون مساعدة عبد العزيز في الإجابة؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. العبارة صحيحة. ألقت نورة العبارة الثانية: جميع التطبيقات تحتوي بالضرورة على أوامر برمجية يجب كتابتها في صفحة البرمجة. لم يعرف عبد العزيز الإجابة الصحيحة، حيث توقع أن جميع التطبيقات يجب أن تحتوي على أوامر برمجية، لذلك كان عليه تنفيذ هذا التطبيق على جهازه، وذلك حسب اتفاقهم المسبق. بناء على مخطط نورة، وحيث أن إجابة عبد العزيز كانت خاطئة، فسوف يخرج عن المسار الأول لينتقل إلى تنفيذ التدريب العملي على الحاسب، وينفذ التدريب الرابع والذي لم يكن متمكنا من الانتقال منه، وبدأ بالتدريب. فتح عبد العزيز المشروع
وظهرت النافذة الخاصة بتحديد المقاس المناسب، فاختار عبد العزيز الخيار الأول. أعطت نورة شرح مختصر عن فكرة التطبيق، وطلبت إضافة أداة القائمة ليست وتغيير خصائصها كما في الكتاب صفحة 63 كتاب التدريبات بالطبع. ثم طلبت من عبد العزيز تغيير المسميات التي تظهر داخل القائمة. واستطاع عبد العزيز تطبيق معرفته لخاصية items لتظهر القائمة كما يلي: أدعية مأثورة تشمل أدعية قبل الطعام وأدعية بعد الفراغ من الطعام. طلبت نورة بعد ذلك إضافة نموذجين جديدين لنضع في كل منهما أحد الأدعية المطلوبة. فهل تستطيعون مساعدة عبد العزيز في ذلك؟ أحسنتم، توجد أكثر من طريقة لإضافة نموذج جديد، من يذكر لي إحدى هذه الطرق؟ رائع، إنها إشارة الزائد التي تظهر بجانب النموذج الأول فورم 1. والطريقة الأخرى؟ رائع، من قائمة بروجكت نختار الأمر Add Form. بارك الله فيكم. سألت نورة عبد العزيز: ما الخاصية التي يمكن عن طريقها تحديد النماذج التي سيتم الانتقال إليها عند اختيار أحد عناصر القائمة؟ هل تستطيعون مساعدته؟ أحسنتم، إنها الخاصية Change Form. بارك الله فيكم. طلبت نورة من عبد العزيز إدراج الدعاء الأول في النموذج رقم 2، وسألته ما هي الأداة المناسبة لإضافة الدعاء داخل النموذج؟ أجاب عبد العزيز إنها أداة الليبل، فطلبت نورة أن يضيف عبد العزيز أداتي ليبل، واحدة للعنوان وأخرى لنص الدعاء، وأعطته خصائص كل من هذه الليبلز أو من هذه الأدوات، وطلبت منه أيضاً أن يصمم نموذج ثالث حتى يضيف دعاء الفراغ من الطعام، وبالفعل استطاع الانتهاء من تصميمه. برأيكم الآن ما هي الخصائص التي تم تغييرها في أداة ليبل الخاصة بعنوان الدعاء؟ لنملأ سويا الجدول بما يناسب. خاصية Align تغيرت لتصبح Center وهي خاصية المحاذاة وأصبحت توصيف. خاصية Color أصبحت ريد وهو تعديل لون النص إلى اللون الأحمر. رائعين، الفونت سايز أو الخط، حجم الخط هو ما نعدله عن طريق الرقم، أصبح مقاس 30. وأخيرا التكست كونتنت أو هو محتوى النص وهو كما يظهر أمامكم الدعاء قبل الطعام. طلبت نورة من عبد العزيز إدراج أداة الأمر بوتون وتغيير بعض خصائصها بحيث تظهر في النموذجين 2 و3 للأدعية، ويساعد على أن يجعل من يتصفحهم أن يعود إلى النموذج رقم 1 الذي يحمل القائمة الرئيسية. عبد العزيز وجد صعوبة في فهم وظائف هذه الخصائص، فهل يمكنك مساعدته في ربط كل خاصية بالوظيفة التي تمثلها؟ الخاصية Change Form ما هي وظيفتها؟ ممتاز، تحدد اسم النموذج الذي سيتم فتحه أو الانتقال إليه عند ضغط على الأداة. Icon وهي الأيقونة التي تظهر على الأداة. Value وهو النص الذي يظهر على الأداة. أحسنتم، استطاع عبد العزيز أن يتم عمله بنجاح. وهكذا ظهرت أشكال النموذج رقم 2 والنموذج رقم 3 بعد إضافة البوتون لهما، والذي يعمل على نقلهما إلى أو الانتقال منهما إلى القائمة الرئيسية. طلبت نورة من عبد العزيز الرجوع للنموذج الأول وإضافة أداة جديدة. هذه الأداة
تسمح لمن يشغل التطبيق أن يعرف معلومات أكثر خاصة بشيء ما حول التطبيق. هل تعرفون ما هي هذه الأداة؟ أحسنتم رائعين، إنها التول تب. أضافها عبد العزيز، وهي تساعد مثلا في توثيق أو ذكر مراجع الأحاديث التي استفدنا منها أو الأدعية المأثورة التي استفدنا منها في تطبيقنا لهذا اليوم، لأنه من المهم جدا عند إضافة أي معلومة في التطبيقات أن تكون موثقة، أن تكون صحيحة، وأن تكون من مصدر قوي. هنأت نورة عبد العزيز على الانتهاء من تصميم التطبيق، وأبدى عبد العزيز إعجابه بفكرة أن نصمم تطبيقا دون كتابة أمرا برمجيا واحدا، وتحمس عبد العزيز لرؤية تنفيذ التطبيق. فهل يمكنكم مساعدته في تشغيل تطبيقه لرؤيته؟ أحسنتم، هناك ثلاث طرق لتشغيل هذا التطبيق. الأول عن طريق أمر رن في القائمة أعلى، أو عن طريق أمر التشغيل الموجود بالأعلى، أو عن طريق لوحة المفاتيح المفتاح F5 أو F5. وأخبرته نورة أن بإمكانه أيضا أن ينشر التطبيق على الخادم متى ما تأكد من عمله بطريقة صحيحة. بدأ الآن تشغيل البرنامج ليرى تطبيقه على الشاشة. أراد عبد العزيز أن يختبر التول تيب، فقام بالنقر عليها ليرى ما الذي يظهر. ظهرت العبارة التالية: جميع الأدعية الواردة في التطبيق من كتاب حصن المسلم، وفي هذا توثيق للأدعية التي وردت في التطبيق. ثم أراد عبد العزيز أن ينتقل إلى أدعية قبل الطعام، نقر على القائمة، وبالفعل انتقل عبد العزيز إلى شاشة أو واجهة الدعاء قبل الطعام. ثم أراد أن يجرب العودة إلى الشاشة الرئيسية مرة أخرى. نجح عبد العزيز في العودة إلى القائمة الرئيسية، ثم أراد أن يختبر أدعية بعد الفراغ من الطعام، وبالفعل وصل عبد العزيز إلى الدعاء بعد الفراغ من الطعام، وكذلك حب أن يجرب زر العودة، وبالفعل عاد عبد العزيز إلى القائمة الرئيسية واكتشف أن برنامجه ناجحا، لا يوجد به أي أخطاء في التنفيذ. بعد أن نفذ عبد العزيز تطبيق الأدعية المأثورة بطريقة صحيحة، انتقلت نورة إلى التدريب الخامس، وبينت أنه في هذا التدريب سيتم تصميم مسابقة ثقافية. هذه المسابقة تعتمد على طرح عدة إجابات، ويسمح للمشترك أن يختار إجابة واحدة فقط والتي تكون هي الإجابة الصحيحة على ذلك السؤال. سألت نورة عبد العزيز: هل تذكر ما هي الأداة التي تمكن المستخدم من اختيار خيار واحد فقط ضمن مجموعة خيارات؟ وهنا أجاب عبد العزيز بشكل سريع: الراديو بوتون، لأنه تعرف عليها مسبقا في مقرر حاسب واحد في الصف الأول الثانوي. وقد تحقق هذا في درسنا اليوم في المراجعة بناء على إجابات عبد العزيز. فعندما تكون إجابة عبد العزيز صحيحة فإننا ننتقل إلى التدريب التالي، أما عندما تكون خاطئة فإننا نخرج عن المسار لننفذ التدريب العملي الذي أخفق فيه. أيضا يوجد اختبار آخر يظهر أمامكم، وهو في حال وجود تدريب آخر فإننا ننتقل للتدريب عليه ومراجعته مع نورة وعبد العزيز. في نهاية وحدتنا الثالثة سنصل إلى مرحلة تنتهي جميع التدريبات المخصصة للمراجعة، وبالتالي ستكون إجابة هل هناك تدريب آخر لا، وسنصل فيها إلى النهاية. وهذا يبرز قاعدة برمجية مهمة جدا تسمى قاعدة، أحسنتم، قاعدة الشرط. إذا تحقق الشرط سيتم عمل ما، وإذا لم يتحقق الشرط سيتم عمل آخر.
طلبت نورة من عبد العزيز أن يوضح على مخطط الانسيام مثال على استخدام قاعدة الشرط، فذكر عبد العزيز أنه درس الجملة الشرطية if، فكانت تقول if أو إذا تحقق الشرط، مثلا أجاب الإجابة الصحيحة، فإنه ينتقل إلى تدريب آخر، أما إذا لم يتحقق الشرط فإنه يتغير المسار ويقوم بتنفيذ التدريب العملي على الحاسب. قالت نورة إن هناك أكثر من صيغة للجملة الشرطية إف درسناها سابقا، وتريد الآن من عبد العزيز أن يقوم بوصل كل عبارة تظهر بالصيغة الملائمة لها من الجمل الشرطية. نحاول أن نساعد عبد العزيز في ذلك. العبارة الأولى اختبار درجة الطالب، فإذا حصل على 60 درجة فما فوق نطبع ناجح، غير ذلك اطبع راسب. ممتاز، إنها القاعدة البسيطة if then else. العبارة الثانية اختبار درجة الطالب، إذا حصل على 90 فما فوق اطبع ممتاز. إذن هنا فقط أمر واحد، أحسنتم، if then وبعد كذا انهي end if، انهي الاف. العبارة الثالثة اختبار درجة الطالب، إذا حصل على 90 فما فوق اطبع متفوق، غير ذلك اختبر الدرجة، فإذا كانت 60 فما فوق اطبع ناجح وإلا اطبع راسب. إذن هذه مفرعة وهي رائعين، if then else وداخل ال else if أخرى if then else if، رائع. وهنا سألت نورة عبد العزيز، ماذا لو أردنا عمل تطبيق يحدد تقدير الطالب بمعرفة درجته بحيث تكون التقادير حسب الجدول التالي؟ وقالت نورة بدهاء، ما مدى تعقيد جملة if التي سوف تستخدمها؟ إلى أن عبد العزيز كان يقظا مستعدا فأجاب، إن الجملة الشرطية if ستكون كثيرة التعقيد، ولذلك سأستخدم الجملة الشرطية select case، وهي البديل الأبسط والأسهل ليستخدم في هذه الحالات. وقبل الانتهاء من التدريب الخامس طرحت نورة سؤالها الأخير لهذا التدريب، في تطبيق المسابقة الثقافية تم استخدام أداة للانتقال بين النماذج بالشكل الذي يظهر أمامكم، تحمل في داخلها التالي والسابق للتنقل بين النماذج، ماذا تسمى هذه الأداة؟ طرحت نورة 3 مسميات 3 أدوات وتنتظر الإجابة. هل يمكن مساعدة عبد العزيز؟ أحسنتم، إنها أداة الهيدر بار. وهكذا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم فيما يخص الوحدة الثالثة تقنيات وبرمجة الأجهزة الذكية، وقد أنهينا مراجعة التدريبات الخمسة الأولى من كتاب التدريبات وهي الصفحات من 37 إلى 71، والأجزاء النظرية المرتبطة بها من كتاب الطالب من الصفحة 71 إلى 77، وبإذن الله نكمل في الحصة القادمة عبد العزيز ونورة لإنهاء الوحدة الثالثة بموضوعاتها النظرية من كتاب الطالب وتدريباتها العملية من كتاب التدريبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.